أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب. اليوم مقتل طفلين وإصابة 6 أطفال وامرأة نتيجة انفجار مخلفات الحرب في مناطق شمال غرب سوريا منذ بداية العام الحالي وفق منظمة الدفاع المدني السوري. مقتل 6 عناصر من قوات النظام وإصابة آخرين بهجوم للفصائل العسكرية على نقاط عسكرية لقوات النظام على محور نحشبة في ريف اللاذقية. إدارة 6 تشرين العاملة في مناطق سيطرة قسد تحذر من استمرار انخفاض مناسيب المياه في بحيرة السد على نهر الفرات ما يؤدي لزيادة ساعات تقنين الكهرباء وإيقاف مضخات الري. قوات روسية تتمركز قرب قرية أبو جبار جنوب مدينة الباب بريف حلب الشرقي على بعد 10 كيلومترات من خطوط تماس مع فصائل الجيش الوطني السوري. المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين يقول إن العملية العسكرية البرية في سوريا يمكن أن تبدأ في أي لحظة. رئيس نظام بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق له في دمشق للتشاور في أوضاع المنطقة وفق وكالة أنباء النظام سانا.